اثنين التناقض الثاني، اسمع الكلام ده كويس. قال في المقطع، قال في واحد من المقاطع: نحن عندنا الشرطي بمثل الحاكم. الشرطي بمثل شنو؟ الحاكم. ده ناس الامن، ناس الامن طبعا ده الناس بيمثل الحكومه ولا بيمثل الحاكم. نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله، بيمثل الدوله. واحد. في مقطع ثاني قال فيه: داير تنصح الحاكم تمش له في المكتب. الحاكم ده ما بينصحه نصيحة عامة في المنبر، قال تمش له في المكتب. ده تنصح الحاكم هاي امشي له في المكتب، بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده في كتاب السنة لابن ابي عاصم بالاسناد الصحيح وفي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح السلطان فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية. قال فليخلو به، يخلو به، تنصح الحاكم اي لاي قضيه هلا فيها، فليخلو به، تمشي الحاكم محل قاعد. قام بعدها قال طلع رد على الوزير، رد على الوزير، قال ارد على معالي وزير الارشاد. وبعد ذاك قال اتحدى معالي الوزير في الميكروفون وفي المنبر، وقال له ما تقول لي يا معالي الوزير في موضع برضه. رد على معالي وزير الإرشاد، وليس ذلك يعتبر من جنس الخروج على الحكام كما يعتبر بعض الجهلاء من العصبجية السفهاء ومن سار على نجيم. سيادة الوزير أنا داير أعرف ما هو السبب، ما في مبرر، الكلام ده ما عنده مبرر. أتحدى معالي الوزير وكل صوفي، اتحدى معالي الوزير وكل صوفي، اتحدى معالي الوزير وكل صوفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد ان ينصح السلطان فلا يبدو علانية، ما تنصح الحاكم علانية. ما هو رد معالي الوزير في هذا الكلام؟ اوعى تقول لي يا معالي الوزير ده متسوق، ده تقدم نصيحة للحاكم، هاي ما خطبة جمعة، تمشي له في المكتب. وقال الشرطي بمثل شنو؟ حاكم. وقال الحاكم تنصح وين؟ في مكتبه. ده تناقض يا جماعه ولا ما تناقض؟ وخروج واضح ولا ما خروج واضح؟ طيب، واتباع للهوى.